شكرا للزملاء واهلا بكم الى النشرة الرياضية. أقيمت يوم أمس مراسم قرعة كأس جلالة الملك المعظم لكرة القدم للموسم الرياضي 2023-2024، حيث تم الكشف خلال الحفل عن الكأس الجديدة للمسابقة الغالية، والتي تميزت بتصميم أنيق وفريد يعكس تراث وثقافة البحرين. هذا وأسفرت القرعة عن حضور قوي من الفرق المرشحة للمنافسة على اللقب بالمجموعة الأولى، في حين جاءت المجموعة الثانية متوازنة. وبحسب برنامج الموسم الكروي ستقام مباريات الدور التمهيدي مطلع نوفمبر المقبل، في حين سيقام دور ثمن النهائي في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر. اتحاد البحرين لكرة القدم يولي اهتمام كبير لهذه البطولة، كونها أهم بطولة في رزنامته، بفضل دعم سيدي صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وأنجاله سيدي سمو الشيخ ناصر وسيدي سمو الشيخ خالد للرياضة، وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم من تطور للمسابقة. طبعا لا شك نحن كاتحاد بحريني مجلس إدارة يسعى أن يطور عاما بعد عام في سواء مسابقته بشكل عام أو البطولة هذه بشكل خاص. فلله الحمد اليوم دشنا التصميم الجديد لهذا الكأس، فطبعا هذه أعتقد مرحلة جديدة للأندية الوطنية أن يغتنم الفرصة بأن يأخذ الكأس لأول مرة، وهذه بحد ذاته يشكل تنافس لجميع الأندية، ليس فقط أنها كونها النسخة الأولى بل أيضا كونها البطولة الأغلى. أعتقد توجهات مجلس الإدارة لهذه السنة بتصميم كأس جديد يليق بمكانة البطولة، والحمد لله أعتقد أننا الحمد لله توفقنا في التصميم وفي تدشينه. والله إن شاء الله إحنا نشوف، إحنا كاتحاد وكلجنة المسابقات وقسم المسابقات راح نسعى باللي نقدر عليه في الأمور التنظيمية لإنجاح البطولة. أعتقد الأندية هي يمكن المعنية أكثر في نجاح المسابقة من الناحية الفنية. إحنا كاتحاد نشتغل على الأمور التنظيمية، وإن شاء الله الله يقدرنا إن إحنا ننقل الصورة اللي تكون تليق بهذه المسابقة. قرعة أعتقد يمكن اللاين الثاني شوي اخاف من اللي هو اللي احنا يعني اللي احنا فيه، لكن ما افتكر هذه عذر حق اي فريق. هي شرف المشاركه اول شيء، والمنافسه موجوده سواء في الدوري او في الكاس، بتلاقيهم في الدور الاربعه او في النهائي. على الفرق تستعد، احنا بالنسبه لنا الخالديه جاهزين، سواء رحنا لاقينا المحرقه والرفوع في الدور الاربعه او في النهائي، كلها يعني مباراه على اساس تاخذ الكاس لازم تعدي المراحل كلها، واحنا اعتقد جاهزين بالنسبه لنا. وغانا في المجموعه الحديديه، المجموعه اللي تضم فيها الخلديه والمحرق والرفاع، ولكن اعتقد بان الكاس اليوم دائما الامور فيه تختلف، مو نفس يمكن معطيات الدوري وكذا. الكاس انت اليوم المباراه اللي بتقدم فيها وتمشي عنها ممكن توصل فيها لبعيد، فانا اعتقد ان شاء الله يعني عندنا ثقه كبيره بفريقنا، راح نلاقي فريق كبير، فريق يعني يضم عناصر كبيره مثل الخالديه، ولكن ان شاء الله ان احنا نقدر نقدم المستوى المطلوب ونقدر نوصل لابعد نقطه في هذه البطوله. بطوله غاليه علينا جميعا، تشرفنا ان احنا حققناها للمره الثالثه في تاريخنا بعد غياب طويل جدا في الموسم الماضي، وان شاء الله ان نكون بعد في هذه السنه نذهب بعيد في هذه البطوله ونحقق نتائج ايجابيه ان شاء الله. أعلن نادي المنامة فك ارتباطه مع المدرب علي عاشور المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وذلك بالتراضي بين الطرفين. ووجه مجلس إدارة النادي شكره وتقديره للمدرب علي عاشور على الفترة التي قضاها مع الفريق، متمنيا له التوفيق في مشواره المقبل. يذكر أن فريق المنامة يقبع في المركز السابع برصيد 3 نقاط من انتصار واحد وهزيمتين، وذلك بعد مرور 3 جولات من دوري ناصر بن حمد الممتاز. أعلن النادي الأهلي تعاقده مع المدرب البرتغالي فرناندو سانتوس لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، خلفا للمدرب السوري هيثم جاطل خلال ما تبقى من منافسات الموسم الرياضية. ومن المقرر أن يصل المدرب البرتغالي مساء اليوم إلى مملكة البحرين من أجل قيادة الفريق الأصفر، تحضيرا لمباراته القادمة مع غريمه التقليدي المحرق في الأسبوع القادم، وذلك ضمن الجولة الرابعة لدوري ناصر بن حمد الممتاز. قدم الاتحاد الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية بطاقتي احتراف لبطلي أبطال الفيزيك وكمال الأجسام في بطولة الخليج الأولى لبناء الأجسام،
والتي ستقام يوم الجمعة المقبل دعما من رئيس الاتحاد الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية لتحقيق أعلى درجات النجاح للبطولة الخليجية والتي ينظمها الاتحاد البحريني لكمال الأجسام واللياقة البدنية للمرة الأولى، وذلك تشجيعا للاعبين لرفع مستوى التنافس في البطولة.